بص بقى يا سيدي، عايزه اقول لك على المفاجاه. احنا خلاص دلوقتي انت جاي بقى تنام لي بقى، جاي تنام لي بقى. انت هتقعد تتوب ولا ايه؟ بس مش هنام. لا ماشي، انا عملت جهاز بيخلي الحيوانات تتكلم. تحب تتكلم مع حيوانات؟ ماشي. ارنوب الف سلام عليك. بصي يا ارنوبي، انا معايا دلوقتي دانيال صاحبي، وانا قلت له على السر بتاعنا، قلت له انك بقيت تتكلم. ممكن تتكلم معاه؟ شايفه دانيال؟ زي ارنوب يا ملاه. كلمه بصوت عالي بقى عشان يسمعك. كده فوق معايا. انت مالك يا قط؟ لا مفيش. لا نايم اهو في كرشك ده. انت اللي نايم يا عم. انت نايم كرشك ده. الباروخه اللي انت لابسها دي، انت نايم. انت فاكرك لابس باروكه؟ انت اللي قوم. وبعدين مش لابس باروكه. هو ابوك جوارجي؟ لا. ما انت ليه شكلك بتاع دهب في نفسك كده؟ لا، بابا بتاع رخام. رخام؟ ما برضه دول بتوع دهب. ما انت ده في الابيض. ما انت مش عارف يا ابوك كده ما شاء الله كلها قرع. لا. انت عمال تشتمه وتقول لي ابو كرش ابو باروكه. طب ما هو اللي لابس باروخ. لا مش لابس باروخ. وانت ابو فارو ناعم. احسن، شفت بيقول لك ابو فارو ناعم. ودي شتيمه ان شاء الله في سنك ده. ابو عين حمرا. طب هقوم اجيب لك الجاك. خلي بالك منه يا دانيال، ولو عايز اي حاجه اعملها له. بقول لك ايه، تعالى اقول لك. لفلي تعالى. انا هلفلك اهو، هلفلك. انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. بص يا باشا، انا جاي لي قاعده عمل في السعوديه. والست دي قفش عليا شيكات. فانا مش هينفع اروح اقعد العمل دوت غير لما حد كده ابن حلال وما يكونش لابس باروكه يفتح لي الباب عشان اخرج واتكل على الله. جواز السفر بتاعي جاهز والدنيا كلها جاهزه. ممكن بقى بعد اذنك، شايف السلك ده؟ انا سلك. سلك اللي قدام مفتاح الباب ده. مد ايدك كده. مد. ايوه شايف السلك ده؟ اسحبه بقى عليك. ايوه. انا هتطلع. عايز تطلع؟ من حسب من تحت يا عم. يا عم زق. ايوه كده جدع. اطلع جدع. طب افتح الباب بس. شد الباب لبره كده. ايه؟ شد الباب لبره. اسحبه. ايوه. انت عملت فيا جميله. مش قادر اقول لك عملت فيا ايه. مش احنا بقينا اصحاب كده؟ تخيل اهو. خلاص. الحقيقة يا أستاذة، الحقيقة يا أستاذة. إيه في إيه؟ الحقيقة إيه؟ هو اللي قال لي. اقفلي ما تعملش حرام. أوعى كده، أوعى كده. سوري سوري. بتحسب لي يا حبيبي. سوري سوري. أنت عايز تسرقه؟ هو اللي قال لي. تعالوا أنت خانة خانة الباروكة دي. قال لك تفتح لي وأنت صغير عشان تسمع كلام أرنب؟ ها؟ إيه؟ أنت عارفة قال لي إيه؟ قال لي جايب لك عقد عمل في السعودية. أنا؟ وقال لي جواز السفر هتلاقيه تحت في المكتب، واداني شنطة فلوس وقال لي ما تطلعهاش دلوقتي. لو في مسجل هنا. لو في مسجل؟ إذا كنت أنا جيت لقيتك واقف هنا وفاتح له القفص. أيوه أنا فاتح له القفص. هو قال لي اسمه إيه ده؟ هتكدبيني وهتصدق واحد بباروخة؟ لا طبعًا. ليه كده؟ هو اللي قال لي. هو اللي قال لك إيه وأنت تسمع كلامه؟ ليه تعمل كده؟ أنا جيت لقيتك فاتح القفص وهتاخده. وانا حبيتك. انا ما خدتوش. امال ليه فتحت له القفص؟ عشان هو قال لي. بقول لك يا استاذ ايه؟ بصراحه اتربينا انا افتريت على الواد ده. انا كنت بهرج انا وهو، وانت جيتي فقلت له انت بقى البس ده. انا هشكشكك بالابره اهو. لا حرام حرام حرام. اجري جري اجري جري اجري جري اهو. اجري جري. لا 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 كفايه 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 حرام. بقول لك ايه؟ نزل دم. اطلب منك طلب؟ ايه؟ هز دماغك كده. لا. انت عارف انا هذبحك دلوقتي حالا وهعملك ملوخيه. كده؟ لا هوريك. حرام. هوريك. مشاكل؟ لا بلاش مشاكل. هو جاي يجري من عندي اهو. اخرس.